كابتن عادل معانا اهو. بمناسبه انك بتتكلم عن الشناوي، ايمن اشرف وجائزه النجم المباراه. عايز اقول لك حاجه، الله عليه. اولا امكانياته بيلعب عليها قوي، بيحسن من نفسه قوي، اخلاقياته عاليه قوي، ما بيعملش مشاكل خالص. صحيح. عنده عمره ما كان اقل من 6 من 10، 7 من 10، وطول عمره كده. وهو لعيب كويس، وخلي بالك في بعض الاوقات كان ماسك مين، كان ماسك اولونجو، وبعدين خلي بالك لعب عليه مونتاري برضو طويل، ولعب عليه قبل كده في المنتخب. ايمن لعب عليه، يمكن انا كان في تليفون بيني وبين ايمن قبل ما يسافر، كنت بقول له على اللعيب ده، قلت له 193 ايمن، قال لي انا عارفه، اتفرجت عليه شويه. عاوز اقول لك انه ايمن اشرف يستاهل فعلا انه يكون افضل لاعب في الملعب. يمكن احنا لو فاكرين الكباتن في الاستوديوهات قبل كده، احيانا كنا بنقول نفسنا ندي الايمن، اديناله مره واثنين، لكن ايمن كان كل مره بيسارع الناس على انه يبقى نجم المباراه. ايمن قعد 3-4 مرات احسن لاعب في كان ساعتها علي معلول تفوق عليه حاجه بسيطه لو فاكرين.